السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا نرحب بكم في محاضرتنا الثانية من هذه الدورة، والتي هي بعنوان الحملات المجتمعية لدعم القضايا الحقوقية. طبعا عنوان محاضرتنا اليوم هو تصميم حملات تنمية الموارد المالية لدعم الأنشطة المجتمعية والدعوية لدعم الفئات المهمشة. كما نرحب بالدكتورة أروى، فلتتفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، وبشكر طبعا أكاديمية الرواد على تفاعلها وإصرارها في تقديم مثل تلك المحاضرات المفيدة، واللي إن شاء الله بإذن الله تعود بالنفع عليكم جميعا. إحنا بس المشتركين أستاذ حمدو 7، فهل نبدأ ولا يعني ننتظر دكتورة الخمس توكلي على دقائق الله، في يعني مجرد عندك؟ توكلي على الله دكتورة، سيتم الدخول إن شاء الله تباعا بإذن الله، تأخرنا صار خطأ مننا، تفضلي. تمام، طيب مبدئيا احنا هنعمل بس ريفرش كده، او يعني اعاده مراجعه للجزء الاول. احنا اتكلمنا في الجزء الاول على حملات كسب التأييد والدعوه والمناصره، واتكلمنا عن اهميه واهداف حملات كسب التأييد والدعوه والمناصره، ان هي بتكون حول قضيه معينه او مشكله معينه في مجتمع محلي او نطاق محلي مستهدف، وبنقدر ان احنا نكتسب تأييد المجتمع، وبنشارك اطراف المجتمع لتوصيل تلك المشكلة او توصيل اصوات المجتمع او اصوات الافراد للمسؤولين لحل هذه المشكلة، او للتدخل السريع لحل هذه المشكلة، سواء كانت التدخل ده بموافقات يعني قانونية او موافقات حكومية، او من خلال تغيير الوضع الحالي. وده بيتم بعدة حاجات، الحملة بيكون ليها رسالة وليها بعض من الأنشطة، ليها مجموعة أنشطة توعوي، منها التوعوي ومنها التفاعلي، والجزء الأخير هو تقييم الحملة طبعا من خلال فريق الحملة. هل والتقييم ده بيجي بناء على هل الحملة حققت هدفها ولا لا، وليكن مثلا احنا عندنا مبادرة خاصة بإنشاء مدرسة تعليمية للتعليم الأساسي داخل قرية لا يوجد بها مدارس، فالمفروض نهاية الحملة إما الموافقة على إنشاء تلك المدرسة من الحكومة المختصة، أو إن يتم تخصيص أرض أو توضع في الميزانية العمومية للمجتمع، وتستهدف إن احنا نبني المدرسة دي وهكذا. طيب احنا النهاردة بنتكلم على الشق الثاني للحملات المجتمعية، وهو شق تصميم المبادرات. وهل تصميم المبادرة نفسها لها علاقة بدعم الحقوق؟ اه طبعا، بتكفل حق الإبداع، بتكفل حق المشاركة، بتكفل حق التعلم أو التعليم، بتخلينا نوصل لمرحلة إننا كشباب متطوع أو كشباب إدارة أو كموظفين أو كعاملين في النطاق الحقوقي، إن إحنا نوصل لمرحلة إننا بنقدم بنفيت أو بنقدم إفادة للمجتمع. لذلك هي المبادرة لما هنيجي نتكلم إن شاء الله النهاردة عليها، هتاخد مجموعة من البروسيس أو إجراءات عشان نقدر نعمل مبادرة فعالة، سواء كانت المبادرة دي توعوية أو المبادرة دي توعوية بحقوق الإنسان يعني، أو المبادرة دي بتقدم نموذج حل لمشكلة ما برضو داخل مجتمع مستهدف. طيب خلينا الأول نتكلم عن إيه هي المبادرة
هي مجموعة أفكار وخطة عمل موجودة عشان تعالج مجموعة من القضايا المجتمعية أو المشكلات المجتمعية من خلال تدخلات سريعة تنموية وقصيرة المدى. قد تكون بعد كده يمتد أثرها لبعيد المدى، ولكن هي دايما المبادرات بتكون وقتها قصير، يعني المبادرة مدتها شهر، شهرين، 3 شهور، حد أقصى 6 شهور، لكن مش بتعدي السنة، لأن لو عدت السنة بتدخل في سيركل تاني اسمه المشروع. فالمبادرة مجموعة أفكار وخطة عمل بيندرج تحتيها مجموعة أنشطة بتقدم حل لمشكلة مجتمع. جزء من تصميم المبادرة هو حاجة اسمها خطة استراتيجية للمبادرة وخطة تشغيلية. الخطة الاستراتيجية دي بتضم الرؤية والرسالة، رؤية فريق العمل يعني القائم على المبادرة، ورؤية والرسالة وقيم المبادرة والأهداف العامة للمبادرة اللي هتحققها. أما الخطة التشغيلية فدي الأنشطة والبرنامج الزمني اللي مرتبط بتحقيق تلك الأهداف. طيب، مراحل تصميم المبادرة، لو أنا بصمم مبادرة وخاصة ليها علاقة بالتوعية الحقوقية أو ليها علاقة بدعم حقوق الإنسان في مجتمع مستهدف معين، أول حاجة عندي هو إن أنا بخطط المبادرة. وتخطيط المبادرة هنا هو بناء الإطار المنطقي للمبادرة الخاص بالأنشطة، وبصمم خطة العمل اللي تبقى متضمنة البرنامج الزمني. هو النشاط ألف هيتحقق إمتى؟ نشاط ب هيتحقق إمتى؟ نشاط ج، وهكذا. المرحلة الثانية وهو تنظيم أو تنسيق المبادرة، وهو إن أنا بنظم، ببتدي أبني فريق العمل واختار فريق العمل معايا، نظام المتابعة والتقييم، لأن لازم يكون في كل مرحلة من مراحل التنفيذ في متابعة وتقييم. لا، هو مفيش مشكلة في الصوت، هو في حد بيقول إن في مشكلة في الصوت. دكتورة الصوت لو واضح، في مشكلة أستاذ ما حمدي، في مشكلة أبدا، ما في مشكلة أبدا دكتورة، تمام اتفضلي. تمام وإعداد موازنة تصميم آليات التسويق لو فيها جزء تسويقي أو جزء خاص بتدبير التمويل أو جزء خاص إحنا هنخاطب جهات منحة أو جهات ممولة لتلك المبادرة. والجزء الأخير اللي إحنا بنشتغل على في تنظيم المبادرة هو إعداد موازنة المشروع. موازنة مش ميزانية، موازنة تقديرية، يعني بقدر مصروفاتي ونفقاتي هتكون في إيه، لكن مش ستيل هو ده اللي أنا هصرفه. ممكن أثناء التنفيذ أصرف أقل من الموازنة التقديرية أو أصرف أكتر من الموازنة التقديرية. المرحلة الثالثة هو إن أنا بنفذ المبادرة بشكل فعلي بقى. فأثناء التنفيذ ده أنا بمر بعدة مراحل. أول حاجة إن أنا بقدم النموذج التنفيذ، بعديه طبعا بتابع هذا النموذج تم إزاي. بعد المتابعة أو بعد انتهاء نشاط من أنشطة المبادرة طبعا بوثقه وأسوقه على عن طريق السوشيال ميديا مثلا. آخر حاجة بعملها في تنفيذ المبادرة هو إني أوصل للمجتمع، إني أوصل لمرحلة الريادة في المجتمع، إني أقدم حاجة غير مسبوقة من خلال تنفيذ المبادرة. المرحلة الرابعة هو تقييم المبادرة، طبعا في تقييم أثناء التنفيذ وفي تقييم في ختام التنفيذ أو بعد انتهاء التنفيذ، وهو تقييم الأثر. طيب، أول حاجة بعملها في أي مبادرة هو إني أحدد احتياجات المستفيدين. وليكن أنا عندي مجتمع ألف، المجتمع ده بيعاني طبعا، لو إحنا موجودين أو عايشين في المجتمع ده، فالمجتمع ده بيعاني من فقر وبيعاني من أمراض، بيعاني من نقص أدوية، بيعاني من مشاكل في التعليم، بيعاني من إهدار لحقوق المرأة، بيعاني من عنف، بيعاني من مجموعة من المشاكل. إيه اللي يخليني أقول أنا هعمل مبادرة لحل أو لتقديم نموذج حل
للمشكلة عين أو سين أو صاد. إيه اللي يخليني أقول ده؟ هو تحديد احتياجات المستفيدين، ولذلك أنا لازم أعمل استمارة تحديد احتياجات، وهي بتبقى استمارة فيها مجموعة من الأسئلة. الأسئلة دي بتقيس أولويات أفراد المجتمع، هي احتياجاتهم أكتر رايحة ناحية يعني مستهدفة الصحة، ولا مستهدفة التعليم، أم مستهدفة مثلا الجزء الخاص بالعنف ضد المرأة والمشاركة وهكذا. اللي بيخليني أحدد النقطة دي طبعا تحديد الاحتياجات. فلو أنا عملت تحديد احتياجات صحيح، هعرف أشتغل بعد كده على تصميم المبادرة بشكل صحيح. الهدف من تحديد الاحتياجات إني أقدم أعلى أولويات، أو أعرف أولويات المجتمع وأفراده، عشان أقدر على أساسه أقيم مبادرة تسد تلك الاحتياجات. وبالتالي لازم أسأل أفراد المجتمع، أنتوا محتاجين إيه؟ وإيه الأولويات اللي عندكم؟ وهل في مشكلة الصحة أولى، ولا مشكلة التعليم، ولا أي مشكلة بالظبط أولى؟ ده مهم إن أنا أعرف، لأنه على أساسه أنا بحدد احتياجاتي وببتدي أبني مبادراتي لسد هذه الاحتياجات أو لحل تلك المشكلات. طيب، تحديد القضايا الاستراتيجية، وهي إن أنا إزاي أحدد الفئة المستهدفة بتاعتي من القضايا بتاعتي داخل المجتمع. أول حاجة، أنا عندي مستفيدين. المستفيد ده هو الشخص المتضرر من المشكلة، وليكن العنف ضد المرأة أو مشاكل عنف الزوجات. ده المستفيد مين؟ المرأة أو السيدة المتزوجة. يبقى دي أول حاجة. طيب، مين أصحاب المصلحة، أو مين الأطراف اللي لو حصل انخفاض عنف ضد المرأة هيكون من مصلحتهم ذلك؟ يعني لو أنا مثلا عملت خفض لمعدل العنف ضد المرأة في هذا المجتمع، في أطراف أخرى أو في أشخاص أخرى هيبقى ليهم مصلحة في ذلك، هم دول أصحاب المصلحة. طيب، الخطوة الثالثة، هل لو أنا اشتغلت على هذه القضية هيحصل عملية بناء مؤسسي ولا لا؟ هل أنا هيحصل تطوير مؤسسي مثلا في مراكز الشباب، أو في جمعيات تنظيم الأسرة، أو في وزارات السكان وهكذا ولا لأ؟ ده مهم إن أنا أعرفه. يبقى أنا عندي أول حاجة بيخليني أحدد القضية الاستراتيجية بتاعتي، وليكن مثلا العنف ضد المرأة، إني أشتغل عليها. في مستفيدين ولا لأ؟ في مستفيد وهو المرأة. في أصحاب مصلحة يعني هيستفيدوا من هذه المبادرة. البناء المؤسسي، البحث والتطوير، هل أنا هقدر أبحث أكتر في تطوير تلك المبادرات وهيكون عندي نتائج، يعني في نتائج هيستوري لهذا الموضوع أو تاريخ لهذه المشكلة ولا لا، وهقدر أطور عليه ولا لا. إعداد وتأهيل المختصين، وهنا ببتدي اشتغل على نقطة، هل انا قادر عند تحديد القضايا الاستراتيجية اني اعد واهل اشخاص مختصين في هذه القضية، وليكن العنف ضد المرأة، هل انا قادر ان انا اعد اخصائيين نفسيين يشتغلوا على دعم تلك القضية وتوفير جلسات نفسية مثلا واجتماعية للمعنفات؟ هل أنا قادر أعد مختصين على التوعية المجتمعية لباقي أفراد المجتمع للحد من العنف ضد المرأة؟ صح ولا لا؟ أنا قادر ولا غير قادر؟ وهكذا. طبعا خلينا نتكلم على تصميم المبادرات وفق نموذج أو إطار منطقي. خليني أشرح الأول الإطار المنطقي عبارة عن إيه. الإطار المنطقي عبارة عن مجموعة الأنشطة المسلسلة داخل المبادرة اللي أنا صممته، تمام؟
بعد تلك الأنشطة كل نشاط ليه هدف أو ليه نتيجة، والنتيجة هنا قد تكون قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو بعيدة المدى، وكل نتيجة ليها حاجة اسمها مؤشر نجاح أو مؤشر قياس. أنا هقيس النتيجة دي إزاي؟ وليه طبعا مدة تنفيذ وهكذا. يبقى أنا وأنا بصمم المبادرة لازم يكون عيني على النموذج الإطاري المنطقي لذلك. طيب مبدئيا مراحل تصميم المبادرة، أول مرحلة هي مرحلة الإعداد. من أين تأتي بفكرة المبادرة؟ أول حاجة بأتي منها من خلال تحديد احتياجات المستفيدين. حددت احتياجات المستفيدين ووجدت إن أكبر مشكلة بتواجه المجتمع المستهدف بالنسبة لي أو المجتمع المحلي اللي بعيش فيه أو المجتمع المحلي اللي هنفذ فيه المبادرة، وليكن العنف ضد المرأة، في عنف شديد ضد الفتيات، حرمانهم من التعليم، زواجهم المبكر، ختان الإناث، الجزء الخاص في حرمانهم من حقهم في الميراث، حرمانهم من وسائل الترفيه، كل ده مشاكل حقوقية بتواجهها المرأة وبالتالي في عنف ضدها. يبقى أنا هشتغل على فكرة مواجهة أو مناهضة العنف ضد المرأة. يبقى دي أدي فكرة المبادرة. صياغتها وتحديد اسمها، طبعا كل ما اخترت يعني اسم اتراكتيف للمبادرة او اسم جذاب للمبادرة، كل ما كانت حملة التسويق بتاعتي للمبادرة اكبر ونسبتها اكبر، وقدرتنا على الوصول لجميع افراد المجتمع ومؤسساته اكبر. زي مثلا حملة كنا شغالين فيها قبل كده برضو كانت للمرأة، كنا مسميين المبادرة نص الدنيا على أساس إن المرأة نصف المجتمع. فكل ما كان الاسم جذاب كل ما كانت المبادرة هتوصل للناس بشكل أكبر. طيب يبقى دي أول حاجة فكرة المبادرة، وقلنا اسمها لازم يتحدد بناء على إنه يكون اسم جذاب وليه علاقة بفكرة المبادرة. الجزء الخاص بصياغة المبادرة هي هتبقى بقى مجموعة منقسمة لجزئين، أول جزء الخطة الاستراتيجية، رؤية ورسالة المبادرة، أهمية احتياجها بالنسبة للمجتمع، أو بمعنى أصح صياغة المشكلة اللي إحنا هنقدم لها حل أو نبذة عن المشكلة اللي المبادرة هتتدخل علشان تحلها، وأهداف العامة للمبادرة أو أهداف المبادرة بشكل عام، ووصف فكرة المبادرة بشكل يعني منمق ويكون عبارة عن باراجراف يعني لا يتعدى الخمس أسطر. طيب بعديها ببتدي أحط لكل هدف أو لكل نتيجة زي ما اتكلمنا شق صغير كده زي المؤشرات، هي مؤشرات نجاح أو مؤشرات قياس تنفيذ النتيجة دي. وليكن أنا مثلا عاملة مجموعة الأنشطة بتاعتي خاصة بندوات، فالندوات نتائجها رفع وعي المجتمع ضد مناهضة العنف ضد المرأة. يبقى من مؤشرات القياس إن عدد المترددين أو ارتفاع عدد المترددين على تلك الندوات من أفراد المجتمع، ده مؤشر قياس، أو رغبة أفراد المجتمع في حضور ندوات أكثر عن مناهضة العنف ضد المرأة، ده مؤشر قياس، وهكذا. طبعا بنذكر عدد المستفيدين داخل الصياغة، التكلفة المالية للمبادرة، زمن المبادرة، وزي ما اتكلمنا إن زمن المبادرة ما بيبقاش أكتر من 6 شهور أو 7 شهور، ولا يتجاوز السنة أبدا تحت أي ظرف من الظروف، لأن كده بتدخل في مرحلة إن هي تكون مشروع وليس مبادرة. طيب ندخل في مرحلة التخطيط، وهو إن إحنا بنحط التنفيذ هيكون إمتى،
خطة العمل هتكون ازاي، وخطة العمل هنا بتكون مجموعة الأنشطة اللي هننفذها وكل نشاط قصاده الفترة الزمنية اللي هينفذ فيها. احنا عاملين ندوات، عاملين مسرح تفاعلي، عندنا زيارات ميدانية من للبيوت عشان توعية في البيوت، عندنا مثلا تسويق عبر السوشيال ميديا، عندنا حملة توعية لمدة 3 أيام في الجمعيات والمناطق المتطرفة الخاصة بالمجتمع. يبقى دي أدي مجموعة أنشطة، كل نشاط قصاده هيتنفذ إمتى، اللي هي الخطة الزمنية للأنشطة أو الأكشن بلان. وبعديها مرحلة التنفيذ هتكون إمتى، ومرحلة إنهاء المبادرة، هنا الكلوزنج بتاع المبادرة أو إقفال المبادرة، وهنا مرحلة الإنهاء طبعا بتكون من خلال حفل ختامي بيتعرض فيه إنجازات المبادرة، أو لقاء بيتعرض فيه إنجازات المبادرة وإيه اللي حققته وإيه اللي وصلت له المبادرة، والتوصيات بتاعتنا. يعني إحنا خلصنا المبادرة، إيه التوصيات الخاصة أو اللي شايفها فريق العمل الخاص بالمبادرة واللي بيقولوا للمسؤولين وأفراد المجتمع عشان يعملوا بيه فيما بعد في المبادرات القادمة. وده طبعا بيكون من خلال تقرير، التقرير ده بيكون جزء منه مصور وجزء منه فيديو وجزء منه كتابي. وطبعا تقييم المبادرة، ويفضل ان يكون شخص متخصص في المتابعة والتقييم هو اللي يقيم نتائج المبادرة، هل المبادرة حققت أهدافها ونتائجها المتوقعة ولا لا. تصميم الخطة التشغيلية للمبادرة، برضو اتكلمنا عن قياس الأداء والنتائج والأثر. التغذية الرجعة، هنا رد فعل المجتمع عامة، هل المجتمع مستجيب لأنشطة المبادرة؟ هل المستفيد نفسه أو المستهدف من المبادرة وليكن النساء بدأوا إن هم مثلا يطالبوا بحقوقهم، بدأت إن النساء ترفض العنف الموجه إليها ولا لا؟ طيب أنا في نموذج عايزة أشيره، بس الفكرة إن هو باوربوينت، فمش عارفة هو هينفع يتشير ولا لا. لحظات بس معايا. دكتورة بتشير، ما في مشكلة. هو أنا بحاول أشيره من بدري، مش عارف. دكتورة إذا ما مشي الحال يا ريت ترسلي لي، أنا بشيره. طيب أنا هرسله لك يعني. هو انا ارسلته كده استاذ تمام حمادة. دكتورة، تمام دكتورة، ما في مشكلة. هلا بس وصلني أنا بحمله، يا ريت تبعي في المحاضرة حتى يتحمل الملف إن شاء الله. تمام. المبادرة مجموعة من الأنشطة بتقدم حلول مجتمعية لقضايا مجتمعية بتكون
يعني مثارة في مجتمع محلي مستهدف بشكل معين، بتقدم الحل ده في خلال فترة لا تتجاوز السنة، والمبادرة يعني قد تكون أثرها يستمر وقد يكون لا. في بعض المبادرات أثرها بيستمر دائما، وليكن مثلا المبادرات الخاصة ب، لو احنا اتكلمنا على ان هو يبقى في مبادرة خاصة بإنشاء مثلا وحدة مشورة نفسية بتقدم يعني جلسات مشورة وتعديل سلوك نفسي للأطفال، فلو احنا أنشأنا الوحدة دي فهي قد تستمر بعد انتهاء مدة المبادرة، وخصوصا لو هي منشأة داخل مركز شباب، داخل جمعية أهلية، داخل نطاق حكومي معين، أو داخل يعني حضانة. دي ممكن تكون مبادرات كلها لصالح المجتمع. تفضلي دكتورة، هاي البرنامج. تمام. طيب ده نموذج مبادرة احنا كنا عاملينه في 2019، كانت مبادرة كلمة لمكافحة التسرب من التعليم ومحو أمية الكبار. كان الهدف من المبادرة ان احنا نكافح او نقلل عدد الأطفال المتسربين من التعليم في محافظة أسيوط، قرية اسمها العصارة. القرية دي كانت للأسف نسبة التسرب من التعليم للأطفال نسبة مرتفعة جدا، لان هم كان عندهم كذا مشكله. اول حاجه ان هم المدارس الاعدادي وثانوي مش موجوده عندهم، هم موجود عندهم مدرسه واحده بس ابتدائي، وللاسف دي كانت مشكله كبيره. فبالتالي معظم الاهالي بتجبر اولادها خصوصا لو فتيات ان هم يتركوا التعليم، وكان طبعا ده بيأثر على المجتمع في اكتر من حاجه. اولا زيادة عنف ده أكيد، زواج مبكر للفتيات، مشكلة كمان الفقر كانت عالية جدا، وكمان كان للأسف فيه هجرة غير شرعية للأطفال القُصّر لو هم أولاد. يعني كان بيبقى فيه أولاد تحت سن ال 18 سنة بيهاجروا هجرة غير شرعية لإيطاليا أو اليونان أو كده عن طريق المراكب، وده كان بيسفر عن حالات وفيات مرتفعة جدا من المجتمع ده. ولذلك هي دي بقى النموذج اللي احنا بنتكلم عنه، نموذج تصميم المبادرة. أول حاجة عندي المشكلة، إزاي بوصف المشكلة وإيه أسبابها وإيه وإزاي أعالجها. هنا اتكلمنا إن المشكلة طبقا للدراسة اللي هي دراسة الاحتياجات أو تحديد الاحتياجات، احنا أجريناها على 100 أسرة عينة عشوائية، إن قرية العصارة في بينتشر فيها الأمية والفقر والمرض، بيتفاقم التسرب من التعليم وانعدام الاهتمام بالتعليم. وعندي مشكلة الأسباب بقى، أسباب المشكلة، انتشار مفهوم عن المرأة غير مهم ليها التعليم، مش مهم إن الست تتجوز، الست كده كده مش مهم إن الست تتعلم، الست كده كده هتتجوز. عدم وجود مدارس للمراحل الإعدادية والثانوي، زيادة المواليد أو بمعنى أصح الزيادة السكانية، وهكذا. طيب ممكن السلايد التاني. دي كانت ميادين عمل المبادرة، التعليمي وهو توفير حق الأطفال في التعليم، الثقافي وهو توفير حق الأطفال أو دعم حق الأطفال لمرحلة التطوير الثقافي وإنهم يكون ليهم حق في الإبداع أصلا. الجزء الثالث وهو حق الأطفال في الحياة، الجزء الاجتماعي طبعا، وهنا نبذ العنف وان هي تختار شريك حياتها وان هي ما تجبرش على جواز مبكرا في سن صغير. اهداف المبادره الاستراتيجيه، وده كانت الاهداف اللي احنا كنا بنشتغل عليها. دي صياغه الاهداف، الهدف لازم يكون سمارت، هدف المبادره نفسه لازم يكون ذكي، عباره عن محدد بوقت، محدد بزمن، محدد لمجتمع لمجتمع او لفئه مستهدفه معينه، قابل للقياس، واقعي وقابل للتحقيق. انا لما بتكلم رفع وعي الاهالي باهميه التعليم لهم ولاولادهم، انا المقصود بها اهالي مجتمع
طبعا قرية العصار. دي الأهداف الاستراتيجية بتاعتنا. تمام، دي رؤية المبادرة مجتمع بلا أمية. احنا كنا بنشتغل على التعليم، الرسالة كانت خاصة بنشر الوعي مع الحرص على اكتساب الفئة المستهدفة مهارات وخبرات تساعدهم على تخطي المعوقات التي يواجهونها، خاصة معوقات الأمية. هنا الجزء ده ابتدينا نشتغل عليه من أول يوم في المبادرة، هو إن أنا بوفر لك حق التعليم، بس في نفس الوقت إن كنت بتعاني من الفقر اللي مسبب لك تسرب من التعليم، فإحنا هنساعدك في إن أنت تتعلم حرف يدوية تكسب منها عيش تشتغل، أو نعمل لحضرتك، أو بمعنى أصح كنا بنوفر لهم فكرة إن إحنا نعمل مشروعات اقتصادية متناهية الصغر ليها. تمام؟ ودي الأهداف التنفيذية اللي إحنا اتكلمنا فيها، إن هي تكون محددة. ده عدد الأسر اللي إحنا اشتغلنا عليه، وكان معروف في كل هدف إحنا هنشتغل على مين وفي فترة قد إيه، أو هنحقق الهدف ده خلال فترة قد إيه. على فكرة يا أستاذ حمد، وممكن حضرتك برضو يعني تشير النموذج ده للمعرفة على الجروب، بس تخليه PDF يعني. تمام دكتورة، تمام. يعني يستفيدوا منه. ممكن اللي بعده يعني. دي كانت قيم المبادرة. أنشطة المبادرة، إحنا عاملين أنشطة، خلي الأنشطة قيم المبادرة، وبعديها أيوه الفئة المستهدفة عددها، النطاق الجغرافي والفترة الزمنية. أما أنشطة المبادرة فدي كانت الأنشطة اللي متعلقة باحتياجات أو بسد احتياجات المستفيدين، من أول رسائل نشر المبادرة، وهو إن إحنا كنا عملنا حملة شعبية عشان نوصل هدف المبادرة لأفراد المجتمع. عملنا مؤتمر شعبي استهدفنا فيه الآباء والأمهات، عملنا دوار العمدة، وده كان فيه أصحاب المصلحة أو القيادات الطبيعية علشان يقدروا إنهم يدعمونا في المبادرة. عملنا خطبة جمعة موحدة بتتكلم عن أهمية التعليم في مواجهة العنف ومواجهة الفقر ومواجهة الأمراض الصحية والمشاكل الصحية اللي في المجتمع. وبعدين اشتغلنا بقى على إعادة المتسربين من التعليم للتعليم مرة أخرى، فتحنا فصول محو أمية، عملنا منتديات للنشء وعملنا أنشطة ثقافية للنشء خاصة بالترفيه. اتكلمنا وعملنا ندوات توعية للآباء والأمهات عن التربية الإيجابية وأهمية التعليم للأطفال. عملنا جلسات تثقيف عن نبذ العنف، خاصة نبذ العنف ضد المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة. وكان عندنا دليل طبعا للتمكين الاقتصادي للأميين أو للآباء والأمهات، إزاي يبقى عندهم مشروع اقتصادي ناجح. وعملنا بعد كده حفل ختام المبادرة. دي كانت أنشطة المبادرة. السلايد اللي بعده يا أستاذ حمدو، دي النتائج اللي اتحققت في أثناء المبادرة أو أثناء التنفيذ، اللي هي نتائج قصيرة المدى. اللي بعده ودي نتائج كانت في المتوقعة في نهاية المبادرة، النتائج اللي احنا المفروض رصدناها بعد انتهاء المبادرة تماما. الجزء اللي بعده الموازنة التقديرية، زي ما أنا قلت لحضراتكم، الموازنة التقديرية هي المبلغ المطلوب علشان أنفذ المبادرة. اللي بعده السلايد اللي بعده أستاذ حمدو، أستاذ حمدو
هو في مشكلة كده في الصوت ولا ايه؟ بس حمدو طيب، هو حد سامعني ولا انا بس اللي بتكلم؟ السلام عليكم، حد سامعني كده؟ طيب، هو في مشكلة تقريبا مع أستاذ حمدو. هو عامة بالنسبة لي الجزء المتبقي كان خاص بإغلاق المبادرة وآلية التقييم الخاص بيها. في النهاية المبادرة هي مجموعة أنشطة زي ما اتكلمنا بتقدم نموذج حل لمشكلة ما، وخاصة لو مشكلة خاصة بالتعليم أو بالأطفال أو بالمرأة بتلاقي قبول كبير. طيب، الجزء الأخير اللي احنا هنتكلم فيه هو احنا إزاي نجيب تمويل للمبادرة. ده كان الاستبيان اللي احنا عملناه لتحديد احتياجات الفئة المستهدفة. ممكن اللي قبلها، السلايد اللي قبله أستاذ حمدو، دي خطة الاستدامة أو الاستمرارية، أنشطة استمرارية المبادرة فيما بعد الانتهاء. مهم خالص إن يكون عندنا، مش عارفة في إيه، رؤية أو مهم أن يكون عندنا خطة أو أفكار أو نقاط لاستمرارية المبادرة فيما بعد انتهاء المبادرة. زي ما أنا قلت لحضراتكم مثلا، بالنسبة لي لو إحنا بنتكلم على مبادرة دعم نفسي للأطفال، لو إحنا عملنا وحدة مشورة أسرية أو وحدة مشورة نفسية داخل جمعية داخل مركز شباب، دي اللي بتكمل بعد ما احنا بننتهي من المبادرة. طيب، الجزء الأخير اللي احنا كنا حابين نتكلم فيه أكتر هو إزاي يتم أو كيفية أو آلية الحصول على تمويل للصرف على المبادرة أو لتغطية نفقات أنشطة المبادرة. أول حاجة إن بيكون عندي الحاجة المعتادة طبعا هو التبرعات أو جمع التبرعات، ودي يمكن آلية ما بقتش دلوقتي يعني مستحبة قوي، لأن نظرا للظروف الاقتصادية فحجم التبرعات وحجم المتبرعين أو عدد المتبرعين بيقل. ولكن دلوقتي في بديل عن ذلك، وهو الكراود فاندنج أو التمويل الجماعي أو منصة التمويل الجماعي، وهي منصات زي جود وإحسان. المنصات دي بتكون منصات إلكترونية بيتم رفع أنشطة المبادرات والحملات المراد جمع التبرعات ليها عبر المنصة، وبيتم طبعا تحديد المبلغ المراد تجميعه لتنفيذ المبادرة والوقت المحدد عشان أبتدي المبادرة، وهو بيبتدي تلقائي يوصل مبادرتك وأنشطتك للمتبرعين عبر منصته ويبتدي تجميع التبرعات على هذا الأساس. ده واحدة من يعني أساليب أو أدوات جمع التبرعات. واحدة تاني أو نموذج تاني أو خطوة تانية أو مصدر تاني للتمويل هو CSR أو الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك. هو ان دلوقتي على مستوى العالم كل الشركات فيها اداره سي اس ار او اداره مسؤوليه اجتماعيه، كوكاكولا، مايكروسوفت، عندنا جوجل، كل الشركات سواء كانت محليه او دوليه
انترناشونال او ناشونال او مالتي ناشونال، هي بيكون فيها سي اس ار او مسؤوليه اجتماعيه، وده قسم خاص بان هو بيدعم المجتمع للنهوض بيه من خلال التمويل. واحنا مثلا عندنا في مصر هنا كل البنوك فيها سي اس ار، كل الشركات فيها سي اس ار وهكذا. طيب الشق الثالث واللي دايما بنلجأ له في الغالب هي تمويل من خلال المنح التمويلية، زي السفارات بتدي تمويلات، الجهات المنحة الدولية Save the Children Plan، Oxfam، اليونيسيف، اليونسكو، يعني الأمم المتحدة بكل منظماتها عندها طبعا تمويل، الاتحاد الأوروبي وهكذا، وطبعا صناديق التنمية وصناديق التمويل العالمية خاصة الصناديق الإفريقية والاتحادات وهكذا. الحاجة الرابعة، وهو لو أنتوا عندكم اوريدي مصدر دخل، فمصدر دخل ذاتي، لو سي مثلا حضراتكم عندكم كل حد عنده جمعية، فالجمعية لو عندها مشروع اقتصادي وليكن حضانة، فممكن من مدخول أو من مصدر الدخل الخاص بالحضانة بتصرف على المبادرات والأنشطة الخيرية والتنموية لديها. طبعا من أين نحصل على التمويل أو دورات جذب التمويل أو التسويق لجذب التمويل؟ ده يعني شق كبير وبتكون دورة كبيرة، يعني احنا ممكن فيما بعد نحدد ليها دورة لوحدها، ولكن التمويل يعني ليه أدوات كتير جدا نقدر إن احنا نحصل بيه أو نحصل عليه من خلال تلك الأدوات. احنا كده انتهينا، يعني حابة إن أنا أسمع آراء حضراتكم ونشوف يعني استفادتكم، وهل حضراتكم عندكم أسئلة، عندكم استفسارات؟ أنا تحت أمركم. الله يجزيك الخير دكتورة. طبعا أنا حاليا راح أفتح باب المشاركة لجميع الأخوة المشتركين والمشتركات اللي بيحب يسأل دكتورة أروى، يا ريت يعطينا إشارة، أما بيبعث رسالة على الشات أو يقوم برفع اليد حتى نسمح له بالتكلم إن شاء الله تعالى. دكتورة، ببداية اللقاء أنت تكلمتي عن الفرق بين، طبعا ذكرت الموازنة والميزانية، يا ريت تفرقي لنا بين الموازنة والميزانية في إعداد الحملات. طيب الموازنة التقديرية هي الموازنة التنبؤ بالمصروفات اللي هنصرفها، يعني لسه ما صرفناش، احنا بنحدد او بنتنبأ بشكل عام عن المصروفات المحتملة تمام لتنفيذ الحملة او لتنفيذ أنشطة الحملة. اما الميزانية فهو ما صرف بالفعل، ما تم صرفه بالفعل بعد انتهاء الحملة، بشوف أنا مصروفاتي كانت كام، هي دي الميزانية. إنما الموازنة التقديرية هو تقدير المصروف المطلوب في الحملة، قد يتزايد أثناء الحملة، يعني أثناء التنفيذ أو أثناء عمليات الشراء ممكن يكون أقل أو زيادة، ده بيتحدده بقى الميزانية، بشوفه في الميزانية تمام. تمام دكتور، الله يكرمك ويبارك فيك. هلا سؤال اخر دكتور، هلا اي حمله تحتاج الى خطه استراتيجيه، صحيح؟ نعم طبعا أنا مش الخطه سامع حضرتك كويس. الاستراتيجيه دكتور، الخطه الاستراتيجيه الى مراحل، الى اهداف، الى رؤيه. ما هو الخطة الاستراتيجية جوه المبادرة بتكون رؤية، رسالة، أهداف عامة، قيم مبادرة تمام، أو قيم الحملة تمام، والأنشطة الاستراتيجية اللي احنا بننفذها دي بتكون خطة استراتيجية مقننة، مش خطة استراتيجية بشكل عام، لأن دي بتستهدف مجموعة أنشطة فقط لمدة محددة 6 شهور، أقل من سنة.
لكن مش خطة استراتيجية ثلاثية أو خمسية، يعني مش 3 سنين أو 5 سنين. نذكر الأخوة والأخوات اللي بيحب يسأل الدكتورة أروى أي سؤال عن المحاضرة اللي نحن فيها إن شاء الله تعالى. المجال الصوتي مفتوح للجميع، بس يا ريت تفتحوا المايك من عندكم إن كان كنت توجهوا السؤال للدكتورة أروى بعد التعريف عن أنفسكم. الله يكرمكم ويبارك فيكم. يا أخوي إذا ما في أي أسئلة مشان ننهي المحاضرة الله يكرمكم. دكتور الله يكرمك ويبارك فيك، أي إضافة قبل أن ننهي؟ أنا بشكركم طبعا على مجهوداتكم، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في الخير بإذن الله دائما. حياكم الله دكتورة. طبعا في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر دكتورة. كأني في سؤال دكتورة، في سؤال من قبل أحد الأخوة الموجودين، أي حملة أو أي مبادرة نجاحها أساس الدعم المادي، أو كما قالت الأستاذة الموازنة يا ريت الأسماء التي تدعم المشاريع. طيب أنا ممكن يعني على الجروب أبعت لحضرتك بعض الجهات، بس يعني أرجو إن هي تعرفني بس هي أي دولة أو أي مدينة. تمام دكتورة، بس نشوف في دكتورة في سؤال، ما هو دور وسائل تمام، التواصل الاجتماعي؟ في ما سؤال؟ هو دور وسائل التواصل الاجتماعي؟ التواصل الاجتماعي الإعلام عموما في إنجاز وإنجاح الخطط الاستراتيجية؟ الاستدامة طبعا، يعني هي أولا كل ما وسائل التواصل الاجتماعي نشرت أكتر عن الحملات والمبادرات الخاصة بيك، فده بيديها فترة كبيرة جدا في الاستدامة. نعم، أي سؤال يا أخوي قبل أن ننهي المحاضرة؟ يا ريت إذا في أي سؤال تم توجيهه بشكل مباشر. طبعا في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورة أروى على هذه المحاضرة، كما نشكر جميع الأخوة المشتركين والمشتركات معنا بهذه لحضورهم بهذه المحاضرة. طبعا نذكر الأخوة أنه لدينا محاضرة إن شاء الله تعالى، دورتنا هي 4 محاضرات كل يوم جمعة الساعة 9 مساء. دمتم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.